حالة من الغضب في شوارع الضفة الغربية، خاصة بعد تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي من عدوانه على قطاع غزة. يوم أمس كان يوم استهداف الفلسطينيين في الضفة الغربية، 11 شهيدا، واليوم ما زالت طبعا قوات الاحتلال تطلق كذلك رصاصها الحي باتجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية ككل. إذا ما استمرت حازم إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة، بالطبع ستستمر هذه المسيرات في الضفة الغربية. لم تهدأ الضفة منذ 6 أيام في نقاط التماس، عشرات نقاط التماس في مدن مختلفة، ولا نتحدث عن نقطة تماس مثلا في واحدة فقط في واحدة من كل مدينة، وإنما يعني نقاط اشتعال في الخليل مثلا، في يطا، في بيت أمر، في العروب، في الفوار، في دورة، في يطا. واللافت هذه المرة بأن إسرائيل جنود الاحتلال يستخدمون القوة حقيقة بشكل كبير من خلال إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الفلسطينيين، وهذا كان واضحا من خلال متابعتنا لمواجهات شهدتها مدن الضفة الغربية، وهذا أدى إلى إصابة المئات بالرصاص الحي من خلال كذلك القناصة. هذا يعني بأن هذه المواجهات وهذه المسيرات ستستمر، وبالتالي نحن نتحدث هنا عن دعوات نصرة للقدس، نصرة للمسجد الأقصى، وكذلك لقطاع غزة. ما تم نشره مؤخرا من خلال الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي بأن عدوان إسرائيل والمشاهد التي شاهدها الفلسطينيون من قطاع غزة للمجازر التي ترتكب، خاصة اليوم مع ساعات الفجر بعد استهداف المواطنين العزل